جينا على دعوة كريمة من أخي السيد عبد المالك في بلدنا الثاني في إطار تشاوري في الوضع الليبي، مقدرين ونتمن كثيرا الدور الجزائري ودعم الجزائر المستمر لليبيا خلال السنوات والعقود السابقة، وهذه علاقة وثيقة ومتبادلة، فنأمل أن تتوج بنتائج إيجابية كما نتوقع دائما، ونأمل الخير والسلام والأمان لبلدينا إن شاء الله.